صباح الخير دكتور، كيف الحال؟ أنا كويس، كيف حضرتك؟ أبلغك تحية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركت لك بحصولك على جائزة نوابغ العرب في الاقتصاد. أنا شاكر جداً، and please convey to his highness يعني my deepest thanks and respect. أنا شاكر أوي، ده شرف كبير لي أوي. دكتور، يعني أنت نموذج مش على مستوى الوطن العربي ولكن على مستوى العالم، اختيارك هو اختيار عربي عالمي، لأنك من الشخصيات نادرة جدا على مستوى العالم في موضوع الاقتصاد، سواء تحاليلك السابقة وكيف تحولت إلى واقع، ولكن أيضا كنموذج اقتصادي لملايين الشباب. كلامك أنت، أنا لازم أقول لك أنا شايف نفسي كفلاح مصري بعربي مكسر كويس، بس يعني ده شرف كبير لي قوي. نتشرف انك تكون الفائز الاول بهذه الجائزه، المستوى عالي جدا للسنوات القادمه على البقيه. فخورين ايضا بحضورك العالمي. اقول لحضرتك and to his highness that this initiative is a very important initiative and it shows once again the vision that you have in the Emirates and in Dubai. Because especially today, إن إحنا نشجع الشباب in the Arab world دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. دورنا الأساسي هو صناعة الأمل. العالم العربي يحتاج أمل، العالم العربي يحتاج قدوات، فنحن اللي فخورين بك، نحن نعتبرك نموذجنا، نتعلم منك والعالم أيضا يتعلم منك دكتور. أنا شاكر، الكلام ده جاي من حضرتك. That people look up to all the time is very meaningful ليا. بغيت أبارك لك وأيضا أبارك للعائلة الكريمة كذلك والشعب المصري، وبإذن الله نتلاقى في حفل الجائزة الشهر القادم.